لدى استقبال سموه لعدد من أفراد العائلات المالكة والمسؤولين، أكد صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن القوانين والتشريعات ما وجدت إلا لخدمة المواطنين في مختلف القطاعات ومنها الاقتصادية. ويهمنا دائما ان نسمع اراء الفئه المستهدفه من اي تشريع، فالهدف الاسمى من اي توجه حكومي هو المصلحه العامه، وابواب الحكومه مفتوحه للاخذ بكافه الاراء التي تستهدف الوصول الى الافضل في كل مجال، فالشراكه منهاج عمل حكومي لن نحيد عنه ابدا. وقال سموه نحن نحس بالمواطن ونتلمس احتياجاته ولا نقبل باي ضرر يقع عليه فهذا الشعب المعطاء الذي يقدم مصلحه وطنه على اي امر اخر يستحق كل البذل والعمل في سبيل تهيئه افضل الظروف الحياتيه امامه حثا سموه على تبني كل ما من شانه اعلاء نهضته وتقدمه وتعزيز تماسكه المجتمعي والابتعاد عن الانشغال بالامور التي لا ينطوي من ورائها اي فائده على المجتمع والحذر بأن المتربصين بالبحرين لا زالوا يستهدفونها ويحاولون النيل من إنجازاتها في مختلف المجالات وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الديمومة التنموية والأمنية لا تتأتى دون عمل وجهد وتضافر جهود كافة مكونات الشعب وتسخير كل الإمكانيات لخدمتها فلا يسبق متطلبات التنمية والأمن أي أولوية وأكد سموه أن المواطن البحريني أثبت في كل المواقف تعاونه مع الحكومة وحرصه على أن يخدم بلاده بكل إخلاص من منطلق حب الوطن والرغبة في تطوره على كافة المستويات وجدد سمه التأكيد على أن غاية كل جهد تقوم به الحكومة وما تتخذه من إجراءات هو مصلحة الوطن وضمان توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين. ونوه سمه باهتمام الحكومة بالقطاع السياحي في ظل ما تتمتع به مملكة البحرين من استقرار وأمن وتنمية وتوفير المزيد من أماكن الترفيه في التي تكون متنفسا للمواطن ومستقطبه للسياح وفي مقدمه ذلك السواحل العامه وتهيئتها لتكون نقاط جذب سياحي. وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور تطورات الاوضاع ومستجداتها اقليميا ودوليا، حيث اكد سموه ان المحافظه على البلدان يتطلب جهدا مضاعفا لضمان استقرارها وامنها اللذان يوفران البيئه الخصبه لتنميتها وتطويرها.